اختي مشات دير واحد العمليه بحال اي وحده، يعني عمليه سهله جدا غير ديال الكواط، ماشي شي عمليه. الناس راه داروا عمليات كبار والحمد لله نجحات ليهم. اختي مسكينه مشات دير غير واحد العمليه ديال الكواط، كون دارها لا غير طبيب مبتدئ كانت غتنجح ليها. وبالزربه عطاونا شهاده الوفاه وزربوا علينا وقالوا لنا، مره كيقولوا لنا حيات مره كيقولوا لنا ماتت، حنا ما بقينا فاهمين حتى شي حاجه. حنا بغينا ما عطاونا لا التقرير ما عطاونا حتى شي حاجه، حنا بغينا غير يقولوا لنا السبب اختي باش توفات، ما قالوا لنا حتى شي حاجه. ماتت 8 ايام باش تفناها صافي. من بعد غير سمعنا، عيطات لي انا واحد السيده قالت لي راه هاكين راه بصح اختك راه سمعها شي واحد، سمعها في المقبره بانها كتغوت، قالك شي واحد تما كان ديز، شي ولد ديز كان كيقرا تما وديز وسمعها بانها باقا كتغوت. صافي هذاك الشيء علاش مشاو الناس وجات جاو البوليس وداك الشيء. اش نقول لك، تفاجئنا بزاف ومرضنا وواحد الحاله ما غنعاودلكش كيفاش صعيبه بزاف، حيتاش باش شي واحد كيدفن وشويه ثاني كيقول لك الله راه كيقول لك ثاني راه مات، راه غتجيك صعيبه، غتجيك صعيبه بزاف. عندها 34 عام وعندها عندها ثلاثه الوليدات، عندها جوج بنيات وعندها عندها وليد وعندها جوج بنيات، والبنيه الصغيره يلاه عندها 3 سنين. كتسكن في بن حمد. هي قالوا لنا من الاول، مره كيقولوا لنا حيات مره كيقولوا لنا ماتت، كانوا قالوا لنا راه حيات راه صافي راه حيات، شويه قالوا لنا لا راه ماتت. حنا ما بقينا فاهمين والو، حنا كنطالبوا بحق اختي، يعني اختي تكرفصوا عليها بزاف. يعني بغيت نقول للناس بان المغرب راه ما فيهش الاطباء غير كيشدوا الفلوس وكيتكرفصوا على عباد الله وكيصيفطوهم. كون دارها لا غير طبيب مبتدئ كانت غتنجح ليها العمليه. ما فيها لا ريحه ما منفوخه، يعني كيف ما دفنات تجبدات، باقا كيف ما هي، كيف ما جبدوها من المقبره كيف ما دفنوها باقا هي هي. غريب بزاف، غريب بزاف هذا الشيء. يعني اختي تكرفصوا عليها ديال بصح، الله ياخذ فيهم الحق. كنطالبوا بحقنا، كنطالبوا بحق اختي، حنا بغينا غير نشوفوا اختي باش ماتت، ما عطاونا لا التقرير ما عطاونا حتى شي حاجه، حنا بغينا نشوفوا اختي باش ماتت. حنا راه عالم بينا غير الله بهذا الشيء اللي وقع لاختي.